الأفضلية وقال بأنها لم تخرج. سافيتش بيمناه لبيتزارو يغطيها من أمام مونتوليفو ضاغط عليه، بيتزارو يواصل مونتوليفو معاه، بيتزارو يتفوق، الحكم خلى الأفضلية، يواصل بيتزارو مونتوليفو هدف، جول جول مونتوليفو في فلورنسا أمام فريقه السابق، يفتح مجال التسجيل ويشعل المباراة. ريكاردو مونتوليفو يسجل هدفه الرابع هذا الموسم مع فريق فيورنتينا، هذا هو الذي لم يكن ينتظره ولا يتوقعه ولا يتمناه أنصار فيورنتينا في فلورنس، أن لاعبهم السابق في ثوب القائد اليوم يسجل عليهم أول أهداف المباراة بعد 14 دقيقة لعب. يا بيتزارو ماذا فعلت؟ مونتوليفو يخطف الكرة ويتوغل ويسدد ويسجل ويفتح مجال التسجيل للميلان أمام فيورنتينا في ملعب بارتيميو فرانكي، هدف للصفر لفيورنتينا. يحظون به هنا في ملعب أرتيميو فرانكي. الكرة من هناك لينياسيو أباتي، هاي الكرة هذه لمونتوليفو، الهدف جول ماتيو فلاميني يقضي على فيورنتينا ويسجل الهدف الثاني الغالي لصالح الميلان في هذا الظرف بعد 17 دقيقة لعب. أول أهداف هذا الموسم ماتيو فلاميني، الأهل من فرحة للفرنسي، كيف لا يفرح وهو يسجل أول أهدافه في الدوري الفرنسي في الدوري الإيطالي مع أول أهدافه مع الميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي. ماتيو فلاميني هدفا مقابل صفر، صنع الهدف مونتوليفو مسجل الهدف الأول ومانح الفرصة لفلاميني يسجل الهدف الثاني، هو هدف الرابع مع الميلان منذ مجيئه من خمس مواسم، هو هدف الأول هذا الموسم، كان سجل هدف العام الماضي وهدف بالنشيط جدا، ولكنه أي نشاط أمام الميلان اليوم في هذه الظروف الصعبة. لياسيتش 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 با 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 ضرب الجزاء ضرب الجزاء، يقول حكم المباراة لفيورنتينا. لياسيتش يعبث بالدفاع الميلان ونوشيرينو يخطئ ويتلقى البطاقة الصفراء. يا لها من لعبة أنستنا الأداء المتواضع لفريق فيورنتينا، الأول راوغو، الثاني راوغو، الثالث زاد راوغو، الرابع رجع له راوغو، والخامس تعرق له وضرب الجزاء لم يلمسه تماما، ولكن ربما الحكم كان